الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ابنائي الاعزاء في طبعا هذه الحصه وقد تعلق لنا طبعا بالتعبير الكتابي المرجع هو طبعا مرشدي في اللغه العربيه القسم الخامس ابتدائي اذا عندنا هنا تلخيص نص اخباري تلخيص نص اخباري اذا ابطال من مغاربة العالم سوف نقوم بتلخيص هذا النص ابطال من مغاربة العالم تدل مشاركة رياضيين ورياضيات من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية على مدى مساهمة المهاجرين المغاربة في تزويد وطنهم المغرب طبعا بكفاءات عالية المستوى في جميع المجالات إن تألق رياضيين مغاربة في دول المهجر نعم طعم البعثة الأولمبية المغربية بأبطال في مختلف الرياضات اختاروا الدفاع عن قميص وطنهم وبهذا أكدوا مدى ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأصلي وهكذا أثبتت الهجرة المغربية قدرتها على أن تكون مزودا للكفاءات التي يحتاج إليها المغرب رابعا ولذلك يجب بذل مجهود من أجل الانفتاح على الشباب المغربي طبعا المنتشر في أكثر من خمسين دولة عبر العالم والذي فيه من يرجو أن يجعل كفاءته وخبرته رهن إشارة بلده الأصلي نعم سنقرأ حاولوا أن تقرأوا النص أبناء الأعزاء أكثر من ثلاث مرات ثم نمر إلى الأسئلة أولا لفهم النص نشرح الكلمة التالية تزويد طبعا تزويد يعني هنا امداد وطبعا توفير تالق بمعنى تفوق تميز نجاح احرز مورد مورد يعني مصدر منبع منهل اذا سنشرح نشرح كلمات عندنا هما هنايا هما عندنا تزويد هي امداد توفير تالق نجاح تميز تفوق واحراز نقول تألقا نجح تميز تفوق وأحرز فمورد منبع مصدر منهل نعم نمر إلى السؤال الموالي يقول لنا على ما تدل مشاركة مهاجم المغاربة في على ما تدل مشاركة المهاجرين المغاربة في الأولمبية؟ إذا تدل المشاركة ديال المهاجرين المغاربة في الأولمبية على مدى مساهمة المهاجرين المغاربة طبعا فاش؟ في تزويد وطنهم بالمغرب بكفاءات عالية المستوى، إذا تدل مشاركة مهاجم المغاربة في الأولمبية على مدى مساهمة المهاجرين المغاربة في تزويد وطنهم المغرب بكفاءات عالية المستوى في جميع المجالات. هنا قالوا لنا في أي مناسبة تظهر مساهمة الرياضيين من المهجر طبعا في خدمة بلدهم في أي مناسبة نعم ها هي هنا تظهر مساهمة الرياضيين في تطعيم البعثة الأولمبية هنا في البعثة الأولمبية بأبطال في طبعا في مختلف الرياضات ومختلف المجالات نعم آه، الان المطلوب منا هو آه، اكمل خطاطة النص بكتابة الجملة المناسبة لكل فقرة الفقرة الاولى تتحدث عن زو... طبعاً زود طبعا تقول زود المهاجم المغاربة بلدهم بكافئات آه، طبعا الفقرة الثانية تألق الرياضي المغاربة واختيارهم الدفاع عن قميص وطنهم الثالثة آه، طبعا ما عطوها لنا نأخذها من هنا كان للهجره دور في كفاءات المغرب العاليه، كان للهجره دور كبير المغرب في طبعا الكفاءات العاليه، الرابعه نعم الانفتاح على الشباب، الانفتاح على الشباب المغربي منتشر في اكثر من خمسين دوله، بمعنى الانفتاح على الشباب المغربي المهاجر والذي الراغب في ان يجعل كفاءته وخبرته رهن اشاره بلده، اذا ها هما عندنا هنايا، اعتذر أه هذه ما واضحاش نعم آه نعم زود المهاجرون المغارب بلدهم بكفاءات تالق الرياضي المغاربه في دول المهجر واختيارهم دفاع عن قميص وطنهم هنا كان للهجره دور في كفاءة المغرب العاليه الان الرابعه الانفتاح المهاجر المغاربه الذين يرغبون في جعل كفاءاتهم معنى اشارات بلدهم او وطنهم طبعا الاصلي المحاوله الاولى نقوم بمحاولة الاولى طبعا في التلخيص امد او زود المهاجرون المغاربه بلدهم بكفاءات عاليه المستوى وان تالق الرياضيين المغاربه في دول المهجر ساهم في تطعيم البعثه الاولمبيه المغربيه وبالتالي اثبتت الهجرة المغربية مكانتها ودورها في تزويد المغرب بالكفاءات لذلك ينبغي بذل مجهودات للانفتاح على الشباب المغربي المهاجر والذي يرغب في جعل كفاءته رهن إشارة بلده الأصلي أو وطنه الأم نعم هذه طبعا المحاولة الأولى الآن سنحاول أن نستعمل طبعا الروابط الآن سنستعمل الروابط، نعم، ها هي. نعم، هنا عندنا لا شك، نعم، لا شك أن مشاركة الرياضيين المغاربة، طبعا المهاجرين في الألعاب الأولمبية عندنا دليل, دليل على مساهمتهم في تزويد وطنهم بكفاءات. دليل على مساهمتهم في تزويد وطنهم بكفاءات. ومن أمثلة ذلك تألق الرياضيين المغاربة. تالق رياضي مغاربه في دول المهجرين في الالعاب الاولمبيه واختيارهم الدفاع عن قميص وطنهم عندنا لذلك لذلك يتعين او يستوجب بذل مجهودات كبيره من اجل الانفتاح طبعا على المهاجرين الراغبين في جعل كفاءاتهم رهنه طبعا اشارات اشاره وطنهم نعم هذا فيما يتعلق بطبعا المحاولة الأولى لترخيص النص مع استعمال طبعا الروابط إذا سنقوم طبعا بتكوين مجموعات ولقراءة كل ملخص وطبعا سنصححه جماعيا